Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal mustami'un, ismi Fattah, ana talibun min ma'ahad al-fitrah al-alami al-islami. Abtatihu kalami hadha ihbaran lakum anin nashati al-talaba min ma'ahad al-fitrah fi makkah al-mukarramah. استيقظنا من النوم في الساعة الثالثة ونذهب إلى المسجد لأداء طواف السنة، وبعد طواف السنة ننتظر إلى المسجد لأداء صلاة الصبح، وبعد صلاة الصبح نذهب إلى الفندق لنتناول الفطور، وبعد نتناول الفطور نذهب إلى المسجد مرة أخرى لأداء حلقة الحوار، وبعد حلقة نرجع إلى الفندق للاستعداد لصلاة الظهر كالاقتصال وغيره، وبعد صلاة الظهر نتناول العشاء، ثم نذهب إلى المسجد لأداء صلاة العصر، وبعد صلاة العصر ندخل حلقة القرآن إلى وقت صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء نتناول العشاء ثم نستريح في الغرفة، وهكذا نشاطنا كل يوم في هذه الرحلة مباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لست أخنقه إلا لأبعث بعد القول من داكي.